خلينا نبدأ بمباراة الأهلي والزمالك. في كلام كتير جدا قلناه في حلقة الأربع اللي فات، وأنتوا طبعا قلتوه وأنا تمنيت تحقيقه، وقد كان طبعا وشوفنا الحقيقة عرض رائع للنادي الأهلي. تعالوا نبتدي كده ونشوف إيه اللي إحنا قلناه في حلقة الأربع اللي فات مساء أو ليلة مباراة الأهلي والزمالك، وتعالوا نسمع تعليق بلال وأحمد مصطفى. الطريقة والتشكيلة أعتقد إن مارسيل كولر مش في مشكلة، يمكن ده السؤال الكلام اللي بيسأله الجمهور يعني. لا، هو ما فيهوش مشكله، في غيابات، في غيابات. الغيابات دي هتعمل مشكله ولا لا؟ ده اللي هنشوفه على الارض. اللي احنا تعودنا عليه ان مش ان مع كولر ما بيحصلش مشكله، يعني رغم تغيير بعض الافراد. احنا شفنا محمد فخري شارك في مباراه الاتحاد المباراه الماضيه وادى بشكل مميز جدا. تمام، وهي دي كانت المعضله او السؤال الكبير قبل مباراه القمه، غيابات خط نص النادي الاهلي، السوليه، مروان، حمدي فتحي، هل تاثر على طريقه لعب واداء النادي الاهلي؟ وده اللي احنا شفنا او اللي انتوا قلتوه، انه الحقيقه الاهلي ما فيش مشكله في الغيابات. صحيح، مع كولر بالذات. احنا كمان زاد على الغيابات ليله او يوم المباراه بقى صباحا بعد الحلقه، وفاه اللي بنعزيه طبعا مروان عطيه بن عزيه في وفاه والده، ومع ذلك برضو النادي الاهلي لم يتاثر. وسط ملعب النادي الاهلي وادى الثلاثي بصراحه بمنتهى الكفاءه، محمد فخري وديانج وقفشه، وده اتكرر في ماتش المقاولين يا احمد. حتى كمان يعني في مباراه المقاولين، رغم انه الغيابات كانت كتيره جدا في كل الخطوط المره دي، خط الدفاع وخط النص وخط الهجوم، لكن مع كولر الحقيقه الاهلي ظهر بشكل اكتر من رائع.